بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني اهلا يا ولاد بابا فرحان جايب لي حكايه علشاني اهلا يا بنات بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لي حكايه علشاني اهلا اهلا يا اولاد اهلا اهلا يا بنات اهلا اهلا يا اولاد اهلا اهلا يا بنات بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لحكايه علشاني بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لحكايه علشاني بعيد عن الصورة أنا شفت الحلاوة قدامي أكلتها حسبتها علشاني لا لا ما يصير إنه أحد ياخد حاجة ما هي حقته وكمان ما يصير إنه يفرط في حاجة هي حقته الشر لازم له نهاية والخير علي دايما يسود وادفعنا عنه أغلى غاية حب الوطن ماله حدود بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لحكاية علشاني بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لحكاية علشاني قول لي يا مسعود كيف حال ولدك دحين؟ الحمد لله رجع زي زمان ولا عاد في مشاكل بينه وبين اخوه وكمان انا ماشي على كلام بابا فرحان في معاملتهم خلاص بابا فرحان صار حكيم زمانه اللي يقوله هو الصح طبعا كلام اثبت نجاحه ليه ما انفذه حتى لو كان من شخص غريب غريب ولا قريب انا يهمني مصلحه ولدي وبعدين انا ما ضربت احد باللي سويته ده وبعدين يا جماعة بصراحة كلام مسعود صحيح 100% بس انتوا كده خالفتوا القانون والعرف يا ودود قانون ايه؟ يعني ايش كنت تبغاني اسوي؟ تبغى الولد يضيع مني؟ انت اللي غلطان كيف تفرق في المعاملة بين الاخوين؟ بصراحة انا الى الان مستغرب كيف حصل الخطأ ده مني ومن امه وكيف من الاول ما كنا عارفين انه هذا الشيء خطأ انت لو سألت اي واحد فينا كان ممكن راح ينبهك للخطأ من غير ما تحتاج لبابا فرحان ده يوه يا أنيس أنا ماني عارف بابا فرحان إيش مسوي لكم إحنا نبغى نقول لك إنه ما هو عبقري زي ما أنت فاكر بكرة الأيام تثبت لك كلامي وعلى العموم هو الآن أشتغل موظف بيحل مشاكل الأطفال وبكرة تعرف إنه كل كلامي ده صحيح ليه؟
هو انت فاكر انه حتصير مشاكل للاطفال؟ يا حبيبي احنا في جزيرة لا مشكلة. وعلى فكرة بابا فرحان له اكثر من اسبوع ما جات ولا مشكلة. فرح. ايوه يا عبد الباسط، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مرزوق نام؟ ايوه نام. تعرشه؟ طبعا تعرشه. الحمد لله، بالله الله يخليك. جهز العشاء بسرعه. جاهز. عشان لما تيجي تاكل بسرعة وما تأخر عليك. يعني الأكل بارد يا هانم؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ تشوفه بنفسك. أنت تعشيتي ولا إيه؟ معقولة تعشى قبل ما تيجي يا زوجي؟ طيب اتفضلي كلي. عبد الباسط. نعم. أنت لسه زعلان مني؟ أعتقد مو وقت الكلام على الأكل، صح ولا لا؟ معك حق، أنا آسفة. طيب، بسم الله. مرزوق، مرزوق، أصحى يا ولد، أصحى. إيش فيك يا ولد؟ أنا فين؟ أنت فين؟ أنت في غرفتك يا بابا. طيب وأنا خايف. وبعدين معك مرزوق، لا تخاف. ايش اللي حصل؟ حلمت حلم يخوف يا ابوي. لا ما بتذكره، ما بتذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بابا، لا تخاف يا بابا. اهدى 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 حبيبي اهدى. امي تعالي انام في غرفتي. امي حاضر يا حبيبي من عيوني. خلاص حتنام معاك، نامي مع اليوم. بعد على فكره هذا كل اللي بتشوفه هذا حلم، مجرد حلم. لا تخاف يا بابا، ولدي مرزوق شجاع وشاطر. طيب شاطر يا بابا، خلي بالك مني. حاضر. امي انا خايف يا امي، لا تسيبيني عشان خاطري. حاضر يا حبيبي ما حسيبك، لا تخاف. ضحكت عليك، ضحكت عليك العيب. انا اللي فايز، انا اللي فوت. حط ايدك، حط ايدك. شغل ولا في اي حاجه، نلعب اعتبرها فسحه. يلا 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 يلا. بس انت وهو امشي. اسمعني كويس رهيب، انتوا موجودين هنا عشان تكونوا تحت امري انا وتنفذوا اللي بقول لكم عليه، وبس اللي بسويه لا انت ولا الاهبل الثاني تفهموا فيه. انتوا مرسولين من كوكب الشر عشان تكونوا تحت امري وتنفذوا اوامري، واللي يخالف اوامري راح يموت. مات 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 يا رهيب، انت صدقت ولا ايش؟ بعدين لهيب لهيب هذا البريء، شوف شوف البراءة. لهيب هذا اهبل، ما يقصد ما يقصد يا رهيب، صدقني ما يقصد. ايوه 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 صح كلام، صح كلام لهيب يا استاذ رهيب، صح صح. ايوه وبعدين يا رهيب هو قصده، يعني احنا بقالنا هنا في الجزيرة اسبوع وما في مشاكل في الجزيرة ولا شيء، ويعني ما في حاجة تشغلنا يا رهيب. كل شيء مدروس ومعروف ميعاده، ومن اليوم حتكون في مشكلة تخص طفل من أطفال الجزيرة. مشكلة؟ راح نشتغل، راح نشتغل، راح نشتغل، راح نشتغل. رهيب رهيب خش علينا، رهيب خش خش خش. يا سلام يا سلام، راح نشتغل. يلا 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 يا رهيب على الشغل. بس يا غبي انت، هو انتوا خارجين كده بملابسكم؟ يلا تحركوا تحركوا، يلا غيروا ملابسكم يلا. معقولة؟ معقولة يا حكيم الجزيرة إلى الآن ما لقيت أي شيء يدلك على مكان بلدنا؟ هو ليه مو معقول يا بابا فرحان؟ يعني الدنيا هذه كلها ما فيها غير بلدكم وبس؟ أرجوك يا حكيم، أرجوك، الموضوع هذا طول ولازم تشوف حل وبسرعة. أنا ما أبغى أعيش هنا طول عمري. يا أخي عيش طول عمرك ولا ما تعيش وأنا مالي، وبعدين ما تجلس في جزيرتنا هذه وعايش
ما جيت هنا بكيفي ولا أبغى الوظيفة، أنا أبغى أمشي، فاهم؟ يا بابا فرحان، يا بابا فرحان، كتب الجغرافيا هذه اللي أنت بتقول عليها هذه موجودة عندي هنا في المكتبة حقتي، بس أنا إن شاء الله أدور لك على بلدك عشان تمشي وتحيي عننا. بصراحة أنا شاكك في الكتب هذه كلها، هذه الكتب كلها ما يكون فيها أي معلومات أساساً. إيش؟ إيش تقول أنت يا بابا فرحان؟ ها؟ أنت بتتكلم كمان على كتب العيلة؟ أنت بتتكلم على الحكمة؟ هذه جريمة وحق الحكمة. حكمة؟ حكمة إيش بس يا حكيم؟ ما في حكيم في الدنيا يفضل نايم ما يقرأ كتب إلا لما تبدأ المشاكل في الجزيرة. أتفضل أتفضل يا أستاذ، مع 60 سلامة. أنا رايح للمنظم علشان نشوف لي حل، هذه ما هي طريقة. روح روح للمنظم ولا تروح للمرتب كمان، أنا ما يهمني. قال نايم قال، يعني أنا لقيت شغل وقلت لا. أرجوك إيه ده يا بابا فرحان، أنت ليه منفعل كده؟ منفعل؟ طبعا أنفعل، لأني أنا ما أبغى أجلس طول عمري في الجزيرة هذه. معلش يا بابا فرحان، هدي نفسك، إن شاء الله حكيم الجزيرة راح يلاقي بلدكم، بس زي ما أنت عارف يا بابا فرحان الأمر محتاج شوية وقت. وبعدين الحمد لله الأمر الآن استقام وأصبحت موظف في الجزيرة. هي منظم، لو تأمرني أني أنا أساعد حكيم الجزيرة في البحث معها. لا عن... أرجوك يا بابا فرحان، أنت عارف أنه الأمر هذا يخالف قانون الجزيرة. وبعدين مع قانون الجزيرة هذا؟ معليش يا بابا فرحان معليش، اعتبر نفسك في إجازة وتقضيها ببلدنا، لف الجزيرة يا بابا فرحان واتفرج عليها وقض فيها أجمل الأوقات يا بابا فرحان. إيش الجزيرة حقتنا يعني ما تستاهل إنك تتفرج عليها ولا إيه؟ أهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. متحسن كتير هالصالح، اتأثر بأسلوبي وصار يعرف يكتب برقية، وهالشي بيخليني أعطيه بنتي صفية. فايز فايز مورب معروف، ربحت الجائزة الثانية مليونين ليرة يا دكتور. نعم هو بصراحة في شي من هاد، نطبل له ونزمر له لكان. أبو رضا أنا. أنت العلامة اللي لولاها كنت بقدر جيب المجموع العام بالبكالوريا هالسنة، وين راحت؟ مرايا يومياً 11:30 مساء على قناة ذكريات. على فكرة سمعت آخر الأخبار؟ دار وانفخ يا شريم، قال ما من برطن. أي والله والله أنا والله قشمي. وش بلعك قاعدة كده قشمي؟ أقول له أنت وش قصتك معنا؟ حسن كجموغلي والله انه منس ترى بفكك وجهك الحين اطير دروسي. ها ذكريات طاش يوميا 7 مساء على قناة ذكريات. سمعتكم ما شاء الله سابقتكم، وعيالك ما شاء الله الايد بالايد، والناس تضرب فيهم المثل. أنتم ما قصرتوا يا فيصل، بصراحة مسختها معكم. أنا للحين ما قلت رأيي في المعرس. طلال خانقني بالواقع. مو معقول يوم عقب ما يطردنا من بيته تبيني نرجع له برجولنا. وأصبح يخالجني شعور بأنه عرف أنني لست أمه الحقيقية. لا تقولي نورتي، ردت عليها البلوى اللي اسمها مشاعر. دمعة عمر يوميا 10 مساء على قناة ذكريات. كأننا في إجازة. أيوة يا أبويا، بس الإجازة هذه الإنسان هو اللي بيحددها، يعني يعرف متى تبدأ متى تنتهي،
بس نحن هنا جالسين لأجل غير مسمى. ايوه بابا، بس الجزيرة مرة حلوة. ايوه يا ابويا، ولا الأزعام والملاعب هنا مرة حلوة يا ابويا، حتى انا وعلي بنروح نلعب فيها كل يوم. سعيد حبيبي. ولا الأكل يا أم الخير، الأكل عندهم طازة، الخضار طازة، الفاكهة طازة، اللحمة حتى بصراحة. معلش يعني يا سمورة، يعني لا تزعل مني يا سمورة بصراحة، يعني حتى طبيعتك يا سمورة اكتشفت انا في الاخير انك انت مرتي طباخة، يعني في الاونة الاخيرة يا سمورة انت طلعتي ان طبخك اي كلام، بس دحين الاقي الحلو الطبخ حلو، وانا بديت يا سمورة علشان الاكل طازة. شايف يا ولدي الكل هنا جالس مبسوط وما عنده مشاكل، والجزيرة كمان ما عندهم مشاكل، وأنا جالس هنا علشان أحل المشاكل اللي ما هي موجودة، يعني ممكن بين يوم وليلة نلاقي نفسنا من غير وظيفة، يعني من غير أكل. وين؟ بسم الله عليك يا بابا فرحان، اسمك انت يا بابا فرحان؟ لا 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 تبزعني منك انت يا بابا فرحان، شوف يا بابا فرحان كل شيء يصير في الدنيا دي الا الاكل. وبعدين يا ابويا انا عندي شغل في جده وغايب عنه حوالي 15 يوم دحين، وكمان الاولاد عندهم مدارس. بصراحه يا ولدي كده انا ماني عارف ايش اقول لك، المشكله انه ما في حل قدامنا. إذن أنت بتتفق معايا إننا نحن هنا ما احنا في إجازة، نحن هنا محبوسين. بسم الله الرحمن الرحيم. خير إيش فيه؟ إيش هذا؟ الأكل كله مالح؟ إيوه صحيح. معليش انا اسفه، انا اجي من العمل تعبان زهقان طفشان وانت بتسوي الاكل بالشكل هذا، المفروض انك بتسوي لي اكله كويسه ارتاح بعدها شويه، مو اجي الاقي الاكل كله مالح. معليش يا عبد الباسط، هذه اول مره. الله، انت اصلا ايش بتسوي طول اليوم في البيت؟ انت جالتك في البيت هنا تطبخ وبس، واذا ما تعرف تطبخي ايش لازمتك في البيت؟ ايش لازمتي في البيت؟ ايش الكلام ده يا عبد الباسط؟ يا كل واحد لازم يشوف شغله في البيت زي الناس، ولا كل واحد يرجع محل ما جاء. عبد الباسط ارجوك ما في داعي الكلام هذا. انا زهقت من البيت هذا، زهقت خلاص، ما في شيء كويس فيه، انا ما لي شغل في البيت هذا ابدا. مرزوق. لا 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 خلاص خلاص، رهيب انا مليت، ماني قادر استحمل اللي اسمه رهيب هذا بالمره. لا يا حبيبي انت لازم تستحمله، ولا تنسى انه احنا جايين من كوكب الشر مخصوص علشان نساعده، وما نقدر نقول له لا. انت عارف نهيب اني اقدر اقول له لا بدل المره 100 مره. ايوه انا عارف انك انت تقدر تقول له لا، لكن لو الكلام هذا وصل لكوكب الشر ساعتها حيجوا مخصوص لجزيره لا مشكله عشان يذبحوك. ايه ايش يذبحوني؟ لا ما حيذبحوك، حيجوا يسلموا عليك يا حبيبي. نهيب انت عارف اني انا انسان عصبي وما اقدر استحمل اللي قدامي بالمره، خصوصا اللي زي اشكال رهيب دولة. انا عارف انك عصبي، لكن عصبيتك هذه يا صاحبي علي انا، على اشكالك انت، اما رهيب لا، رهيب هو الزعيم. زعيم ايه؟ زعيم ايه؟ صدقني انا ماني فاهم، ماني فاهم رهيب ده ايش في ذكاء زياده عني، بس فرصه واحده، فرصه واحده بس. صدق يا لهيب، انت لو اعطوك فرص لاخر عمرك ما حتقدر تسوي شيء، تعرف ليش؟ ليه؟ لانك غبي. لا تنسى انه احنا هنا بس مساعدين، وحنفضل طول عمرنا مساعدين وبس. لهيب فتح مخك معايا يا لهيب. ايش فيه؟ اشتغل. ايه رايك نسوي العمليه الجايه دي لحسابي انا وانت؟ عمليه؟ عمليه ايه؟ دم 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 دم. تدمير جزيرة لا مشكلة. أخي أنت أبلة أنت،
يا اخي تبغى تجنني؟ تصدق انا عندي احساس، احساس قوي، وانا احساسي عمره ما خيب انه نهايتي انا وانت في الجزيره هذه. ليش يا اخي؟ يا اخي بطل افكار غبيه، قوم قوم وخلينا نروح نشوف ايش اللي قاعد يحصل في الجزيره. امشي. اسمعني اسمعني بس عشان امشي يا بني ادم. ايش فيك ولدي؟ ايش فيك؟ انا مت يا ابوي، حالي مخوف. وبعدين يا عبد الباسط لازم تشوف حل للمواضيع عادي. يعني اقول الاحلام لا تجي؟ يعني سيبه كده احسن. والحل عندي انا. الحقني بيه. بابا فرحان. بابا فرحان؟ ايوه، ما هو حلال مشاكل الاطفال. وانت بتصدق الكلام هذا؟ وعلى فكره انت عارف انه انا معترض على الفكره هذه من اساسها. اسمع كلامي يا عبد الباسط، جربه ما حتخسر حاجه، واذا ما قدر يعالج لك ولدك هذيك الساعه نقدر نطرده قدام اهل الجزيره لانه راجل غريب. وانت ترضى انه ينطرد من الجزيره؟ لا، لاني واثق ومتاكد انه حيقدر يعالج ولدك مرزوق. الحقيقه يا استاذ عبد الباسط، الاحلام شيء طبيعي عند الاطفال، لكن لما الطفل يحلم احلام مزعجه يخاف منها على طول، اكيد رايح يكون هناك في سبب. اجل انا ليه جاي عندك؟ قصده يعني تعتقد ايش راح يكون السبب؟ يا عبد الباسط، انت بتضرب مرزوق؟ ايش الحكايه يا مسعود؟ الظاهر انه بابا فرحان ما عنده اي فكره عن الجزيره. ما في احد في الجزيره بيضرب اولاده. طيب ولا بتصرخ عليه؟ العلاقه بيني وبين مرزوق جميله جدا وممتازه يا بابا فرحان. وبينك وبين زوجتك؟ اكيد كويسه طبعا. خليه يجاوب يا مسعود، ليه ما بترد يا استاذ؟ وليه السؤال هذا؟ انت اللي جاي تحل مشكله ولدك. وايش دخل علاقتي وبزوجتي في الموضوع؟ هذا الشيء انا افهمه، ويا ريت ترد على السؤال. يعني في خلافات؟ يعني ايوه. والخلافات هذه يا عبد الباسط بتحصل قدام الولد؟ يعني مو دائما. الخلافات بين الاب والام قدام اولادهم بتخلي الاولاد دائما في حاله خوف، لانهم شايفين انه في نوع من عدم الوفاق بين الاب والام. والخوف اللي عند الاولاد هذا بيكون عن طريق الاحلام زي مرزوق. اذا انه بخاف من الاب والام او انه يخاف من اشياء معينه زي باقي الاطفال ما يخافوا منها. وتعتقد ايش الحل في نظرك يا بابا فرحان؟ تحاول انه الخلافات بينك وبين زوجتك ان حصلت يعني تكون بعيد عن مرزوق، ما تكون قدامه ابدا. ولاي ظرف حصل هذا لازم تفهمه بشكل مبسط طبيعي انه الخلافات هذه شيء طبيعي جدا في حياه الناس كلها، مو بينكم وبس، زي خلافاته طبعا مع اصحابه او اخوانه. ابشر ابشر يا زعيم، مبروك. ها ايش الاخبار؟ تكلم انطق يا بني ادم. في ولد اسمه مرزوق عنده مشكلة. برافو برافو برافو. ايوه ايوه يا زعيم. وقال ايش؟ راح يحل لي بابا فرحان عشان يحل لهم المشكلة. خليه يسوي اللي يبغاه، عمره ما حيوصل لشيء، واذا وصل ما حيقدر يكمل. رجال؟ ايوه يا زعيم. قال انا؟ سوا. قال انا؟ سوا. احنا ايش هدفنا في الحياه؟ نزرع بكل مكان مشكله. جميل، وايش هنسوي هنا؟ نغني اسمها جزيره مشكله. بكره
بكرة يا أولاد نتلاقى في نفس الميعاد بكرة بكرة يا أولاد نتلاقى في نفس الميعاد بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لك يا علشاني بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني بابا فرحان جايب لك يا علشاني